الرب حكى لي هذا اليوم تعامل مع روح الحية القديمة السوداء اللي هي سامة اللي عم تطلق سمومة في أجساد المؤمنين. في اسم الرب يسوع أنا بنتهر هذه الحية القديمة، الحية اللي طلعت ودخلت على أجساد مؤمنين وسببت أمراض. في اسم الرب يسوع أنا بطلب الآن يا رب نيران الروح القدس، وبطلب يا رب سيف الرب القاسي العظيم اللي قطع رؤوس التنانين الآن يسقط على كل روح حية. كل إنسان في بيتك تعرض إلى موت، تعرض إلى قتل، تعرض إلى مرض بسبب سحر، بسبب أمور قديمة، لو أنت واجهت في بيتك موت الآن أنا بأمر بالحياة في بيتك في اسم الرب يسوع. أنا اتحد معي وانتهر معي، أعلن بصوت عالي هذه الحية اللي أعلن إن الرب إلنا أنه عم تتحرك الآن في الأجواء، اللي عم تزور بيوت المؤمنين، اللي عم تدخل في بعض أجساد المؤمنين الغير مغطاة بالدم، وعم بتسبب مرض، عم بتسبب موت، عم بتسبب أذية. هذه الحية الآن رح ندوس عليها بسلطان اسم الرب يسوع. مش رح تقدر هذه الحية بعد اليوم أنه تواجهنا ولا تواجه حمل الرب في حياتنا الآن في اسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. أنا بنتهي الروح الحية القديمة، أنا بنتهي الروح الحية القديمة باسم الرب يسوع. قول هاي الكلمات بصوت عالي، اسمعوني الناس اللي حكيت أسماء. لو أنت مقيد بروح الحية، مقيد بأسحار، مقيد بأعمال سفلية، العدو أطلق حية ضدك، العدو خطط وشاف أنه أنسب حل حتى يوقفك ويمرضك ويألمك ويعمل فيك انتفاخات جسدية أنه يطلق ضدك هذا الروح. الآن اتحد معي وقل هاي الكلمات باسم الرب يسوع المسيح الناصري، هذا الروح ما عندك سلطان على حياتي، أنا بكسرك الآن في اسم يسوع، أنا بكسر لعنتك الآن في اسم يسوع، أنا بكسر قوة السحر الآن في اسم الرب يسوع، أنا بعلن حرية من هذا الروح الشريرة، أنا بعلن حرية من هذا العمل الشرير، أنا بعلن كسر لروح الحية القديمة، أنا بعلن كسر لروح إيزابيل، أنا بعلن كسر لكل الأرواح اللي أطلق إبليس الآن ضدي. لو أنت بتسمعني والآن حصل عندك أي ارتجاجات جسدية غير عادية الآن اكتب، قل لي أنا عم بعاني الآن من مشكلة، أنا شايف قدامي ضغط، أنا شاعر أنه في ضغط بسبب الصوت اللي عم بسمعه بقوة الروح القدس عم يهاجمني في اسم الرب يسوع. أنا بنتهر كل سحر، أنا بكسر كل سحر على شعب الرب، كل سحر، كل مرض ناتج عن سحر الآن ينكسر السحر ويحصل شفاء لهذا المرض في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. كل سحر مقام على بيتك، كل سحر مقام على بيتك الآن ينكسر في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. كل سحر مقام على أولادك، كل سحر خوف، الإنسان اللي ذكرت اسمه، الأخت اللي قالت أنا بخاف، اسمع يا روح الخوف أنا بكلمك، أنا بنتهرك في اسم الرب يسوع، أنا بأمرك الآن تترك هاي الأخت وتترك بنتها وتترك بيتها، ما عندك سلطان البقاء في الأسرة، ما عندك حرية البقاء في الأسرة، باسم الرب يسوع المسيح الناصري، كل روح مضاد، كل أرواح حسد، كل أرواح موت أطلقت ضدك، كل كلمات سلبية أطلقت ضدك، لو عندك موت مش طبيعي بالبيت، الآن قف معي صلي، قل أنا بكسر خط الموت اللي طالع على حياتي من العائلة، لو ابنك أو بنتك تعرضوا لحوادث، الآن احكي معي، اتحد معي بهذه الصلوات، باسم الرب يسوع المسيح الناصري، أنا بوقف عمل الشياطين على حياتي وبوقف كل قرارات غلط سببت موت بشري وموت روحي في بيتي في اسم الرب يسوع. الآن أنا بنتهر روح الحية القديمة، روح الحية القديمة، اسمعيني اطلعي الآن من شعب الرب، اطلعي من أجساد المؤمنين، اطلعي الآن، أنا بأمرك تغادري الآن في اسم الرب يسوع. أنا بنتهرك أنت وروح إيزابيل، أنتوا الاثنين مع بعضكم، أنا بربطكم وبأمركم بالمغادرة الآن في اسم الرب يسوع المسيح الناصري، باسم الرب يسوع المسيح الناصري، باسم الرب يسوع المسيح الناصري. كل قيود أطلق العدو على شعب الرب الآن حرية، 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 حرية من الحية، حرية. ارفع رجلك وارفع رجلك وادوس بسلطان وبقوة على هذه الحية اللي أطلق العدو. اليوم الرب عم يعلن لك انه اللي عم بيحاربك، المرض اللي فيك، المرض اللي مسيطر على حياتك، المرض اللي عم ياخدك داون، المرض اللي بيخليك مو قادر تخدم الرب، المرض اللي بيخليك ضعيف حتى في قراءتك، في جلوسك، في صلواتك، هو روح شرير أطلق العدو على حياتك. الآن اتحد معي بقوة وابتدي صلي، صلي الآن، صلي بإيمان، صلي بحرية، قل يا رب يسوع أنا الآن يا رب اللعنة اللي كانت موجودة على حياتي بسبب أسحار قد
كسرت بالكامل. قل اللعنة قد كسرت بسبب قوة دم الرب يسوع. اعلن انه اللعنة قد كسرت بالكامل. اعلن انه اللعنة ما عاد لها تأثير على حياتك ولا على بيتك ولا على اولادك الان في اسم الرب يسوع. اعلن انه الحية اللي استخدمها العدو مع حواء، الحية اللي اطلق العدو، الرؤوس اللي اطلقت ضدك، لفياثان اللي عم يعمل الان ضدك، اعلن انه عندك سلطان من الاعالي، سلطان من سماء السماوات، سلطان بسبب عمل يسوع الكامل على الصليب لاجلك، انك تدوس الان وتكسر قوته الان وتتحرر من هاي الحية وتتحرر من قوته وتتحرر من هيمنته على حياتك الان في اسم الرب يسوع المسيح الناصري. انا بأمر الان اي انسان مقيد، اي انسان مقيد، انا بأمر الحية الان باسم يسوع. الحية اسمعيني، لا تتحركي بأمراض وسط شعب الرب. الحية عم بأمرك الآن في اسم يسوع، عم بأمرك الآن في اسم يسوع الناصري انك تغادري الأجساد، وكل شخص يعاني من هذا الروح الآن يشعر بحرية كاملة. انا بربطك انت وكل بيوضك وكل قوتك وكل ما انت اطلقتيه على شعب الرب الآن، انا بأمرك الآن في اسم يسوع. كل إنسان الآن عم يشعر في إشي عم يتحرك جواه بالبطن بالظهر، فضلك اكتب لي، قل لي أنا عم بشعر أنه في ألم في ظهري أو ألم في بطني أو انتفاخات معينة، حتى نكسر هاي الأكثر بقوة اسم سلطان يسوع حرية الآن. حتى اللعنات المتوارثة، لو أنت سبب مشكلتك لعنة متوارثة، قول هاي الكلمات، أعلن أنا بكسر كل لعنة باسم الرب يسوع المسيح الناصري. بيتي الآن يتحرر، بيتي الآن يتحرر. لو في بيتك حسد، لو في بيتك أسحار، لو في بيتك أي ممارسات شيطانية، لو في بيتك أي روح إرافة، لو في بيتك أي ذبائح دموية، الآن أعلن كسرة بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أعلن حرية من كل أمور أطلقت ضدك من العدو. أعلن الآن أنك أنت في الارتفاع. أعلن الآن كلمات الروح القدس، قل أنا بالارتفاع لست بالانحطاط، أنا في المجد، أنا لست في أمور أرضية. لن يأخذني العدو، لن يزبيني العدو، لن يؤثر على حياتي العدو، لأني أنا ممتلئ قوة، أنا ممتلئ مسحة الآن، أنا ممتلئ حرية. أعلن حريتك الآن في اسم الرب يسوع. الروح اللي عم يحارب حورية